بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وحوار خاص مع واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد يمتاز بالمهاره، يعني اتفرجنا عليه في الدوري الممتاز سنه اولى دوري ممتاز، ما شاء الله تالق بشكل كبير مع نادي سموحه. النهارده هيكون ضيفي وضيفكم في حوار خاص النهارده كابتن احمد عبد القادر، اللي بنقول له الف مبروك وعوده مره اخرى الى بيته النادي الاهلي. احمد عبد القادر هو واحد من ابناء النادي الاهلي اللي تربوا داخل قاع الناشئين بالنادي الاهلي، مر بمرحله احتراف او تجربه افادته كتير، بعد كده محطه مهمه جدا في محطاته هي نادي سموحه، ما شاء الله هناك تالق بشكل كبير جدا، لفت الانظار. وزي ما بقول لحضراتكم، اول سنه في الدوري الممتاز ما شاء الله بنشوف ارقام بتنم وتبشر ان عندنا لاعب كبير ان شاء الله هيكون موجود في النادي الاهلي وايضا في سماء الكره المصريه. النهارده شاركونا على هاشتاج اسال احمد عبد القادر، ابعتوا لنا رسائل حضراتكم واسئلتكم كمان، وشاركونا النهارده مع نجمنا نجم الاهلي الجديد احمد عبد القادر. هنقول كل اسئله حضراتكم وكل رسائل حضراتكم للوافد الجديد ابن النادي الاهلي احمد عبد القادر، اللي احنا بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق، زي ما احنا شفناه متالق مع سموحه ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي. النادي الاهلي الفتره الاخيره لما كنا بنتكلم عن موضوع الاعارات، النادي الاهلي الخطه اللي وضعها لموضوع الاعارات من 3 سنين ما شاء الله لقت نجاح كبير جدا، وكنا هنا بنتكلم وبنقول ان التجربه دي ان شاء الله هيكون ليها مكاسب كبيره جدا داخل النادي الاهلي. واحنا بنتكلم ما نقدرش ننسى واحد زي اكرم توفيق. اكرم توفيق هو نتاج من الاعارات، تالق بشكل كبير في الجونه وعوده مره اخرى الى النادي الاهلي. النهارده بنتكلم عن اكرم توفيق وهو واحد من نجوم النادي الاهلي، العناصر الاساسيه، ايضا كان مع المنتخب الاولمبي وايضا مع منتخب مصر الاول. ما نقدرش ننسى واحنا بنتكلم عن الاعارات نجم الاهلي محمد شريف، واحد من هدافين الكره المصريه، تالق بشكل كبير ايضا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر الاول. هي دي الاعارات ودي فوائد الاعارات للانديه الاخرى، وعوده للاعبي النادي الاهلي مره اخرى الى بيتهم علشان يتالقوا بشكل كبير. لو احنا النهارده بنتكلم عن احمد عبد القادر، لو هو مش لاعب تبع النادي الاهلي او هو معار من النادي الاهلي لسموحه، واحنا النهارده بنطلبه من سموحه بعد التالق الكبير اللي ظهر بيه في الدوري الممتاز، اكيد كان هيتحط فيه ارقام كبيره جدا. علشان كده النهارده واحنا بنتكلم عن الاستثمار الرياضي، النادي الاهلي النهارده مكاسب كبيره جدا لتقوم بها لجنه التخطيط على راسهم طبعا الكابتن محمود الخطيب، وايضا عندنا شاب كادر رائع اهلاوي امير توفيق اللي بيقوم بالشكل ده بشكل كبير، واخر التجارب كمان مصطفى البدري اللي بنتمنى له كل التوفيق. وبالمناسبه مصطفى البدري احنا اول ناس اتكلمنا عنه في برنامج الاشبال لما كان ناشئ داخل النادي الاهلي، لكن الظروف ما كانتش محلفاه شويه، وقت ما تم تصعيده الفريق الاول كانت قائمه الفريق الاول مكتظه بالنجوم، علشان كده راح لتجربه للانتاج الحربي وتالق بشكل كبير، والنادي الاهلي رجعه لبيته مره اخرى ويعيره حتى يظهر بشكل كبير ويقدر يشارك بشكل كبير، وبعد كده يرجع بيته النادي الاهلي. هو ده الاستثمار الرياضي وده الهدف الاكبر والاسمى من الاعارات بتتم داخل النادي الاهلي. هيكون ضيف وضيفكم ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله الكابتن احمد عبد القادر، اللي هيكون فيه حوار مهم جدا هنفتح معاه كل الملفات، بدايته في النادي الاهلي وقطاع الناشئين واول واحد اكتشفه، تاني حاجه مرحله الاحتراف في التشيك، ودي من اهم المراحل والفترات اللي اكتسب فيها خبرات كبيره جدا. وبنسمع الكابتن امير توفيق كمان التكوين الجسماني اختلف بالنسبه لاحمد عبد القادر، ودي فوائد الفتره الاحترافيه اللي قضاها في التشيك. ثالث حاجه مرحله سموحه هنتكلم فيها، واكيد دي مرحله مهمه جدا ومرحله ناجحه بالنسبه لاحمد عبد القادر، وهتعرفوا برضو كواليس مين اول واحد كلمه في النادي الاهلي وموسيماني قال له ايه في الوقفه اللي كانت بعد مباراه الاهلي وسموحه في الدوري الممتاز. كل الكواليس دي هتكون مع ضيفي وضيفكم النهارده احمد عبد القادر.